ينضم إلينا مراسلو الغد من جربة بتونس نجلاء بخريس، ومن الرباط كريم قرقوري، ومن باريس ماريا مصارع. أهلا بكم جميعا. بالتأكيد أبدأ معك مراسلتنا نجلاء بخريس من تونس وبالتحديد بجربة بآخر الاستعدادات لعقد القمة الفرنكوفونية. نعم، بدأ استقبال الوفود لعقد هذه القمة على مدار اليوم وكذلك يوم غد. منذ قليل وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى يعني مكان انعقاد القمة في جزيرة جربة. طبعا كان في استقباله الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استقبل بدوره عدد من القيادات ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات الذين سيحضرون في هذه القمة 18 يعني للمنظمة الفرنكوفونية الدولية. في برنامج القمة لهذا اليوم سيكون هناك طبعا كلمة افتتاحية للرئيس التونسي قيس سعيد وكذلك لرئيس الوزراء الأرميني، ثم تبدأ أشغال هذه القمة التي ستكون بعنوان كبير وبارز هو الفضاء الفرنكفوني في عصر الرقمنة وإدماج الشباب في الفضاء الفرنكفوني. طبعا ستكون هناك عناوين اقتصادية وسياسية أيضا ستطغى على أشغال هذه القمة. سيكون هناك حديث حول يعني الاقتصاد والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة الفرنكوفونية. 88 دولة تنضوي تحت هذه المنظمة الفرنكوفونية التي تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها منذ سبعينات القرن الماضي. أعطيكم لمحة عن الأجواء في المركز الإعلامي. أنا الآن أتواجد في هذا المركز الإعلامي الذي يحضر فيه عدد من وسائل الإعلام الدولية لمتابعة أشغال وكلمات الرؤساء والزعماء الذين يحضرون في هذه الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية، سواء للدول الناطقة باللغة الفرنسية مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا وعدد من الدول الأوروبية ودول البحر الأبيض المتوسط، وكذلك عدد من الدول الأخرى التي كانت مستعمرات فرنسية في السابق وتستعمل اللغة الفرنسية كلغة ثانية وهي لغة منتشرة في أوساطها مثل تونس ولبنان ومصر والإمارات وغيرها من الدول الأخرى التي في الحقيقة لا تتحدث الفرنسية كلغة أم لكنها موجودة وتنضوي تحت هذه المنظمة. أيضا سيكون هناك المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني وهو طيب. منتدى نجلاء سيكون بمثابة الاجتماع إليك، ولكن دعينا نعلق على هذه الصور المباشرة التي تأتينا من جربة، حيث هنالك تحضيرات لالتقاط الصور التذكارية، ونتابع الآن الرئيس وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لالتقاط هذه الصورة التذكارية، والرئيس التونسي قيس سعيد كما نشاهد هذه الصور التي تأتينا من جربة على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية، حيث من المقرر أن يكون هناك لقاءات بين الرؤساء رؤساء البلدان الناطقة باللغة الفرنسية والعديد أيضا من الدول المشاركة في هذه القمة لبحث العديد من القضايا سواء السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، كما نشاهد هذه الصور التي تأتينا من جربة. تونس المستضيفة لهذه القمة تسعى للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد في ظل أزمة اقتصادية زادت حدتها، وذلك جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. كما ستطرح أيضا تونس ملفات تتعلق باستثمارات تسعى إلى إنجازها طبعا على غرار ميناء المياه العميقة ومحطة تحلية مياه البحر. هذه القمة تمثل فرصة للتفاوض ما بين الدول خاصة بين تونس وشركائها لتعزيز التعاون وطرح أيضا ملفات، منها كما ذكرنا سابقا طلب دعم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع في ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي، علما بأن منظمة الفرنكوفونية تحتفل بالذكرى 50 لتأسيسها.
أتحول الآن إلى مراسلتنا في باريس ماريا مصارع. ماريا، ما الذي يحمله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طاولة هذا المؤتمر وطاولة النقاش؟ نعم صلاح، ربما المشروع الثقافي واللغوي هو أكثر ما يركز عليه الرئيس الفرنسي. شاهدنا هذا في تصريحات سابقة منذ عام 2018 عندما قال بأن هذا المشروع الفرانكفوني هو مشروع مستقبلي ولا يعتمد فقط على الظروف الراهنة، خاصة وأن هذه القمة غابت في الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا والقيود التي كانت سارية ومنعت وجود هذا النوع من الحشد الدولي، وخاصة كما ذكرت صلاح قضية استعانة تونس بسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة بصندوق النقد الدولي، والدول الحاضرة اليوم من بينها فرنسا وكندا وسويسرا وغيرها لها تأثير يعني كبير في هذا المجال، خاصة بضخ الأموال من أجل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع عودة هذه الاستثمارات إلى تونس رغم المناخ السياسي المضطرب على الأقل من وجهة النظر الفرنسية. هذا المجتمع الفرانكفوني يسعى من خلاله الرئيس الفرنسي لتجديد هذا المجال الحيوي لهذه الثقافة أمام تراجع في الحقيقة كبير لها في المنطقة وأيضا في إفريقيا وشمال إفريقيا على حساب اللغة الإنجليزية كمستوى ثقافي ولغوي، وأيضا على حساب تراجع نفوذ فرنسا في المناطق السابقة نتيجة حساسيات كثيرة لكونها مستعمرات قديمة وهناك رفض كبير لهذه المشاريع في تلك المنطقة. ولكن التركيز الإيجابي اليوم بأن يكون لهذه القمة ربما لمسة أو نقطة إيجابية فيما يخص كما ذكرت الاستثمارات الأجنبية، فيما يخص مساعدة الشباب أيضا في تطوير الرقمنة والتكنولوجيا انطلاقا من هذه البوابة الجديدة، خاصة وأنها تضم العديد من الدول والعديد من المؤسسات والمنظمات الفاعلة على الصعيد الإقليمي والدولي، وربما يكون لها تأثيرات إيجابية. الرئيس الفرنسي سيكون لديه أيضا لقاء منفصل مع الرئيس التونسي وسيتم التطرق إلى الوضع السياسي الوضع الاقتصادي في تونس وأيضا هذا المشروع الثقافي الفرنسي الذي يؤمن به إيمانويل ماكرون ويريد في الحقيقة تجديده في المنطقة كما ذكرت، خاصة بعد تراجع يعني التمثيل السياسي والثقافي لبلاده في تلك المنطقة. تفضلي بالبقاء معي ماريا لانتقل إلى الرباط ومراسلنا من هناك أو من هناك كريم قرقوري. كريم، المغرب حاضر في هذه القمة، ولكن ما هي الملفات التي سوف يطرحها؟ لا أعتقد بأن المغرب صلاح سيطرح الكثير خلال هذه القمة بالنظر لقيمة رئيسة الوفد والتي تمثل رئيس الحكومة المغربية، فلأول مرة ومنذ أول قمة سنة 86 900 و1000 المغرب يقلص تمثيليته خلال القمة 18 لدول وأعضاء حكومات البلدان الإفريقية إلى مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهذا يعني يترجم بشكل كبير ويكرس حالة الفتور والجمود التي تميز العلاقات التونسية والمغربية بشكل غير مسبوق. شرارته الأولى جاءت بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لإبراهيم غالي رئيس ما يسمى بجبهة البوليساريو، وهو الذي دفع الرباط إلى استدعاء سفيرها حسن طارق والذي لم يستأنف عمله لحدود الساعة. أيضا العلاقات المغربية الفرنسية فتعيش حالة غير مسبوقة من الجمود أيضا من الفتور بالنظر لما يسميه المغرب بلعب فرنسا على حبلين فيما يخص قضية الصحراء ووصفه للموقف الفرنسي بالموقف الغامض، وبالتالي فالمغرب متشبث بما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس خطاب العرش في 30 يوليو الماضي، والذي أكد فيه بأن قضية الصحراء تبقى منظار المغرب لعلاقته مع الدول، وبالتالي فالدول التي يقول على أن تعادي القضية الوطنية الأولى للمغرب بأن علاقاته لن تكون متقدمة معه، وبالتالي
فهذا يزيد من تأزيم هذه العلاقات بين بلدين مغاربيين، تونس والمغرب، وبين فرنسا والمغرب، هاتين أو هذين الشريكين اللذين ظلا على امتداد عقود أساسيين بالنسبة للمغرب. مراسلو الغد كريم قرقوري من الرباط، شكرا جزيلا لك، وشكر بالطبع موصول أيضا إلى ماريا مصارع مراسلتنا من باريس، ونجلاء بخريس مراسلتنا من جربة بتونس، شكرا جزيلا لكم.